يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي تيتيما تي في. ان شاء الله غادي نبدا ننزل لكم حلويات العيد. اليوم غادي نحضر لكم حلوه اللي ساهله ومكونات بسيطه وزوينه. غنحضر حلوه ديال التمر. غنحتاجوا ليها هنايا عندي ربعه ديال التمر، يعني العجين ديال التمر راه متواجد في المحلات. عندي معلقه صغيره ديال الزبده، عندي هنايا اللوز مهرمش محمر في الفران، راه تيتباع بحال هكا غير تتحمروه. ممكن تضيفوا حتى اللي كان عندكم بيستاش ولا كاوكاو، حتى هو تيجي زوين. عندي نص معلقه ديال القرفه، وعندي جوج معالق كبار ديال جوز الهند الكوك، عندي جوج معالق كبار ديال المزهر. بالنسبه للتزيين انا غنزين بالسمسم هذا وبالسمسم الابيض، راه متواجد عند محلات بيع يعني داكشي ديال الحلوى راه تيتباع عندهم. غادي نبداو بسم الله. غادي ناخذ شي اناء، غادي نديرو فيه التمر، الزبده، القرفه تتجي زوينه مع التمر، وغندير جوج معالق كبار ديال مزهر. غادي نجمع، عفوا غنضيف حتى هاد، بعدا نجمع بعدا عاد نضيف هاد اللوز. نحاول نجمع شويه من هاد العناصر يتجانسوا مع بعضهم. دابا نضيف هذا اللوز، نجمع العناصر. دابا غادي نبداو نشكلو في واحد الكريات صغار بهذا الشكل. يكونوا نفس القد، غنفندهم. هذا زنجلان ابيض، حاولوا نفندوهم مزيان. ونديروهم في الكويعطات بهذا الشكل. وغنديرو ثاني كويرات وغنفندوهم في الزنجلان. هذا الزنجلان حمر عادي. غادي نشكلو واحد ثلاثه ديال الانواع تقريبا ولا أربعة ديال من هاد التمر، هذا يكون واحد التشكيله. نديرهم في هاد الزنجلان، نديرهم في الكويعطات. وغندير ثاني نفند حتى شي وحدات شي كويرات في الكوك. هذا التزيين الثالث، ونديرهم في الكويعطات. بالنسبه للشكل الاخر نقترح انكم دير واحد الحربل بحال هكا وتدوزوه في زنجلان اللي بغيتو، البيض ولا الاحمر بهذا الشكل. وغادي نقطعوا اصابع
نجيبوا الموس ونقطعوا اصابع بهذا الشكل، يكون نفس القد. هذه كطريقه نقدموا بها التمر. ونشوفوا الشكل النهائي ديال هاد التشكيلات، هاد الاقتراح اللي عطيتكم في طبق التقديم. الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديال التمر، تنتمنى تعجبكم يعجبكم هاد الاقتراح. هادي كطريقه باش نتناولوا التمر، يعني خاصه يكون دائما عندنا التمر ونديروا به زعما حليوات اللي في المتناول وبساط، باش نعطيو الوليدات ديالنا باش حتى هما يعجبهم ياكلوا التمر اللي كان مزوج مثلا مع بيستاش ولا مع اللوز ولا مع الكاوكاو، تيجي احسن انك تاكلو بوحدو وبصحه وراحه.